إعانة المواطنين أسباب تشكيلها، ورعاية كبار السن واحدة من أولوياتها. وزارة تهتم بمعالجة الفقر. العدد الأكبر، إذا ردنا نحصل على العدد الأكبر من السكان، فقراء كانوا في الموصل. وفئات جديدة مشمولة بشبكة الحماية. الأسر التي تعيلها امرأة، سواء الأسر التي تعيلها امرأة أو المرأة العزباء أو زوجة النزيل أو السجين أو